صدفة؟ نعم. عايزة روج السمار حالا. يلا يا صدفة، يلا يا حبيبتي. حاضر. هو بس طب انهي، هو ده اللي هو اللون البؤبؤي؟ يعني ايه بؤبؤي؟ مفيش حاجة اسمها بؤبؤي. اللي هو بؤبؤي وفحلوقي، تاخدي انهي واحد؟ وفي الوان كده؟ ايوه طبعا. لا انا عارفه، عارفه سمكه السلمون لونها ايه من جوه؟ هي دي. يا دي التعجيز يا رب، هو كمان في سمكه اسمها سلمون؟ لا انا ما اعرفهاش، انا ما اعرفش غير السمك البولج. بصي هاتي افتح حاجه عندك. حاضر. بصي انا عندي واحد كده لونه بصل، يمشي معاكي؟ هاتي. طيب. كويس قوي ماشي. وبعدين ما تقولي البرتقاني يعني. يا اختي انت كمان. ها كده حلو كده؟ ده تحفة تحفة، رسامة. اوعى تكون مش هلفطة وش؟ لا عيب، ده انا عينك بجد. اه والله. هاتي هاتي حبيبتي، خدي هاتي. ده فيها روج؟ لا مفيش أي حاجة، زي الفل، شمس منورة بجد تحفة. مين اللي جاب الدولاب ده هنا؟ لا الدولاب ايه؟ دولاب صلي على النبي في قلبك، ده الزن. يا نهار اسود، يعني ايه زن؟ ده دراعي يعني. يا نهار اسود، انت لابسه كل الهدوم؟ لا والله ده انا مخففه، بس انا ايه عقبال املتي كده مقلوظه شويه. يعني كل ده لحمه؟ شحمه ولحمه. انت بس سيبي لي نفسك وانا هخليك ايه، بطايه. لا لا، هنا مفيش طبيخ، هنا مفيش اكل، ولا زبده ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه من دي. اوعى تقول لي كمان ولا محشي؟ ولا محشي، بالذات المحشي، ولا محشي. حاضر حاضر. وبعدين انتي فين اليونيفورم؟ الراجل ما خلصش اليونيفورم؟ ده كان جوه، كنت داخله البسه بس انتي ندحتيه. انتي تصحي من النوم تلبسي اليونيفورم. حاضر. يلا حاضر. يلا غوري. حاضر غوري. حاضر حاضر. كل ده زن زن.